يسعد أوقاتكم. حكمة اليوم: لا تنظر إلى الجزء الفارغ من الكأس، لأن الحياة مليئة بالأفراح ومليئة بالجمال، فإحنا مهمتنا وشطارتنا إنه نعرف وين نجد هاي السعادة في الحياة. ولكن إن كان هذا الكأس فارغ أصلا، فوين ممكن نتفرج؟ يعني إنه لا تنظر إلى الجزء الفارغ من الكأس إن كان كله فارغ. فمشكلتنا في الحياة إنه كتير من الأشخاص بيستخدموا الأمثال والحكم في غير موقعها، مع أشخاص ما بيعرفوا شو المشاكل المحيطة فيهم، ولا بيعرفوا أي من الأمور اللي موجودة في البيئة اللي هم عايشين فيها، فبصير يصدروا هاي الأحكام وهاي الأمثال اللي ما إلها أي وزن في الواقع أحيانا، حسب الموقع وحسب المحيط وحسب المعطيات. على كل الأحوال، بتمنى لكم كأس مليء وحياة مليئة بالأفراح والسعادة، ويعطيكم العافية.